بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. من ضمن نعم ربنا علينا اللي لا تعد ولا تحصى، نعمتيها في وسط نعم كتير مش محطوط عليها عدسة مكبرة تخلينا نشوفها بشكل أوضح، أو ممكن ناس كتير مش بتصنفها من النعم من أصله، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا مخرج شرعي لكل شيء ممكن يقفل في وشنا في دنيتنا اللي احنا عايشين فيها دي. يعني الدنيا ممكن يبقى فيها طريق نهايته مسدودة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل مخرج في الطريق ده تخلي اللي فقد الأمل يشوفه ولو بعد حين. قوانين ربنا في الدنيا لا تظلم البشر، وبالتالي لازم نكون على يقين إننا هنلاقي مخرج من أي هم أو كرب أو ابتلاء أو ظلم. أكيد هنلاقي حل لمشكلة عويصة أو موضوع معقد أو حاجة الناس احترت فيها وقالت مستحيل دي لا يمكن تتحل. الحقيقة كلمة مستحيل دي مش في القاموس الرباني، هو قادر على كل شيء، إنما إحنا اللي في أحيان كتيرة بتنقصنا معرفة القدرة دي. أولا لازم نسلح نفسنا باليقين في وجود ربنا سبحانه وتعالى معانا في كل خطوة. ثانيا لازم نسلح نفسنا بالمعرفة، لأنه قد يكون الرأي الشرعي في مشكلة ما هو المخرج الوحيد لحلها. ده بقى تقريبا اللي حصل في بعض حالات الطلاق المستعصية اللي كان ميؤوس منها أو ميؤوس من تنفيذها في المحاكم، واللي وصل التأخير في الحكم فيها لسنوات وصلت أحيانا ل 12 سنة ويمكن أكتر. الزوج رافض يطلق والعيشة مستحيلة والست تفضل متعلقة لسنين، لا هي متجوزة ولا هي مطلقة، إلى أن جاء الحكم الشرعي بالخلع، وهو المفروض أنه المخرج الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالات هو حكم شرعي أقره العلماء والشيوخ وموجود في ديننا الإسلامي من 1400 سنة، إنما كانت تنقصنا معرفته وأصبح مخرج شرعي لاستحالة العشرة بين الزوجين. في بقى بعض الناس اللي بيتهموا قانون الخلع بأنه سبب في خراب بيوت كتير، بيقولك إن الستات بتستغله بشكل خاطئ وفي شيء من الاستهتار بقدسية العلاقة الزوجية، وفي كمان شيء من الإهانة لبعض الأزواج. يا ترى الكلام ده صح ولا لأ؟ هنسأل الشيخ فرحات المنجي في أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، بس بعد فاصل قصير.